Ça, le cours d'Allium, c'est le modèle numérique de terrain. Alors, le modèle numérique de terrain, c'est tout simplement un modèle qui permet de connaître ou bien de donner l'aspect réel du relief, ou bien d'une élévation. Alors, on distingue généralement deux types d'MNT. Alors, deux modèles numériques. Le modèle numérique de terrain. اللي هو يستعمل أكثر في تو سكي غولييف غولييف ناتورال يعني كو سوسوا إن مونتاني لا بلان لي كوردو إكسيتيرا وفما لو موديل نيميريك ديليفاسيون موديل نيميريك ديليفاسيون نستعملوه بلوتو أكثر في تو سكي باتي في تو سكي باتي يريد بلوتو يعمل ياخو إن فوتو ولو بيكسل ديما نرجعو البيكسل نتاعنا لو بيكسل سي بلوتو ليليفاسيون يعني كل بوان شاك بوان سور لو لو بي سور ليماج تعطينا اون انفورماسيون سور كوا سور لالتيتود كل بوان تعطينا لالتيتود دونك لهنا شفناه المره اللي فاتت كان نعمل ان زوم دونك لهنا باش تعطينا لالتيتود دونك تلاحظوا لهنا او با دو ليكران تراو فيها او با دو ليكران دونك لهنا لالتيتود دونك لهنا كل ما بعد انا الكورسور كل ما لالتيتود تتبدل دونك لهنا قداش لالتيتود 68 متر 68 متر وي دونك شنحي شويه هذاك دونك لهنا باغ اكزومبل لهنا عندي 131 متر لهنا في اللاك عندي 9 متر لهنا عندي 51 متر سي بون بينما اذا كان نحب نعمل انا لهنا ان موديل للباتي يولي الموديل النوميريك هذايا دو تيران ما عادش يساعدني خاطر سي با اوسي بريسي فوالا اون في اون فيو 3 دي باش ياخد فيو 3 دي هذه نتاع الزون نتاعي دونك هو كيفاه باش يعرفها اللي البلاصه هذه مرتفعه والبلاصه هذه منخفضه باه عنده ان الجوريثم يخدم به الوغ شنو يقول الالغوريثم الالغوريثم ياخذ كل بيكسل وباش يحسب لي بيكسل اللي بجنبه اون برانسيب كل بيكسل دايره به 8 بيكسلات وي بيكسل دونك هو باش ياخذ البيكسل بتاع تاع البيكسل اكس ويقيس لي بيكسل اللي دايرين به وي وابارتير من الالغوريتم هذا يطلع انا البلاصه اللي عاليه ولا البلاصه اللي مش عاليه واللي مرتفعه واللي اقل ارتفاع دونك هو يل فا كالكولي تو لي بيكسل اللي موجودين لهنا كل وي تو لي بيكسل اللي موجودين سور ليماج بيان الوغ ميتنون اون با روفينير ديال ديبار دونك باش ناخذوا جبل الاشكل الوغ اون فوا بروندر ليكستري هذا ليكستري هذا وباش نطلعوا له الموديل نوميريك دو تيرا قلنا بلوزيغ شوا سوا نمشيو للسيت نتاع يو اس جي اس ونعملوا ان تيليشارجمون دي فوتو دي دو لامنتي دونك كيما نمشي تيليشارجي ايماج ساتيليت لانسات والا سنتينيل او ليو دو سنتينيل باش نمشي تيليشارجي امنتي وبيان بالنسبة للجلوبال مايبر الخاصية نتاعو il peut accéder directement للدوني اون ليني alors pour cela نمشيو عندنا دو تيب دو مانتي لهنا سواء عندنا لو مانتي استير هذا alors الريزوليسيون نتاعو ان ارك سكوند سواء نمشيو للنقطة لهنا نلقاو ان اوتخ ام ان تي فيه دو تيب فيه اس ار تي ام يا اما ريزوليسيون ان ارك سكوند وهذا هو الفيرسيون الثالثة فيرسيون 3 لا بلو ريسونت والا الفيرسيون لونسيان اللي هي اس ار تي ام 3 ارك سكوند بيان سور هذا الاولاني الريزوليسيون خير من الثاني باه اون فا فير لي 3 دونك باش ناخذ انا هذايا Alors, je vais choisir une petite zone, je vais m'accaparer sur la roche. Je vais prendre cette petite zone. Je vais prendre OK.
دونك بعد نقول له كونيكت نعمل له زوم هنا. طب باش ناخذ الدوزيام موديل اللي هو فيرسيون 3 نقول له دروب بوكس كيف كيف نفس الزون كونكت دونك voyez لهنا اللي ديجا بين الكاليتي بين الاولى والثانيه فما فرق قاعدين تلاحظوا دونك انت celui là entre celui-là et celui-là. On va faire ma farce kbir في الكاليتي pour moi. Je vais prendre le troisième type. Le voilà aster. Donc aster. On colle le Dropbox. Kif kif, je vais prendre نفس الزون. Connect. Bien. Alors bien sûr, là même je ندخلوا في tout ce qui est خاطر هذايا فيه دي موديل ماتيماتيك احنا ما يهموناش الحكايات هذوما تويكا جو في نحب نبدل انا تويكا لي كولور لي كولور دونك فما اكزيست بليزيور مود سوا انتيغري ديريكتومون في اللوجيسيال سوا انا جانترفيان au niveau des couleurs. Donc, j'ai eu l'hénée, Delight. Donc, le modèle est appelé Delight Shader. Alors, l'hénée, je vais le faire. Atlas Shader. Bien. Atlas Shader, je vais faire. Je vais faire le zoom akbar. Je vais faire Connect. Donc, l'hénée, Atlas Shader. Alors, donc, l'hénée, comme je vais. Changer les couleurs de l'altitude. Donc pour cela, nous allons comme ça. Là, nous allons mettre Add Custom Shader. Nous allons mettre Shader Jdid. Bien. Je vais mettre Sami, Mathalan. Je ne sais pas, Test 1. Bien. Donc là, je vais choisir. Donc là, l'altitude maximale, c'est 600 mètres. Ou l'altitude minimale, c'est 0 mètres. نختار هنا جو بي اجوتي اون كولور دونك نحط هنا 0 متر نخليها 1 متر ونحط اد نقول لالتيتود 0 نخليها باغ اكزومبل 7 كولور 7 كولور اوكي اذا كان نحب نزيد نبدل لا فالور يسوفي دو كليكي سور سو بوتون شانج كولور دونك كليك عليه نعمل change value نبدل الفالور وإذا كان حاب نبدل الكولور نكليك عليها بيان سور نحط change color نختار اون اوتر كولور سلون مون شوا إذا كان حاب نحيها كومبليتمون دونك يسفي دو كليكي ici delete value الوغ لهنا باش نحط par exemple 50 متر باش نعمل equidistance de 50 دونك نحط add je vais choisir par exemple cette couleur le vert. Ok. Ben, t'as vu que je n'ai pas 100 mètres. Alors, add, nectar, une autre couleur, moins foncé. Ok. Ben, t'as vu que je n'ai pas 150 mètres. On hop, nibda, nitla, peu à peu. كمسا إذا كان لاحظ اللي قراب لبعضهم يسوفي نعمل دوب كليك هنا change color example نختار هذا اوكي بعدين نختار افتح كمسا par example تويكا باش نمشي 200 باش نبدا في التانت نتاع لو جون دونك لهنا جو بو شوازيغ ديريكتومون هنا باش ما نخليش برشا كونتراست نختار بين الاصفر
والأخضر، دونك هنا من بعد نختار 250، نمشي نطلع بشوية باللص اللي بغي الجون بو بو. اوكي 300 اد. الوغ نمشي للاصفر ونحاول نمشي اكثر للورانجي. الوغ لهنا نختار 350 اد. دونك لهنا باش نمشي اكثر. Alors 400 vraiment chouette. Alors 450 add. Alors je suis à alors 500 add. نختار هك. alors donc هذايا بالنسبة ليا هذايا mon propre shader shader نتاعي. donc نقول له لأن بون لا تنتيرفيان با نحط له اوكي. donc لهنا تبدل le shader selon mon choix. واضح؟ باهي مثلا انا نحب تويك اجي نتغفي على هنا نحب البلو هذا يظل لي ان بو فونسي. دونك وين نمشي نجي لهذا ونقول له الشيدر ديسبلاي اوبشن شيدر اوبشن. باهي دونك نخلي تيست لازم نخلي تيست ونقول له ايديت. نجي لهنا زيرو نعمل شانج كولر ونعملو بلو موان فونسي. اوكي نقولو اوكي ابلاي. فوالا دونك لهنا ولا احسن سي بون. دونك جو بو انترفونير او نيفو دي كولور. جو في ماتنون نعمل ان اوتخ شوا باغ اكزومبل. باش نجي لهنا ونقولو اد نحطو تيست دو. الوغ لهنا شنو نقول الزيرو زيرو نقول له باغ اكزومبل توجور بلو. اوكي باهي لهنا باش نكتب له دي متر ولا دي متر اد باش نعمل في لورانجي. نجي هكا نقول له اوكي وديريكتومون نحط له 500 متر اد ونمشي للفرنسي. دونك هو يلفا كالكولي تو سول باش مشينا في الديغراداسيون هذايا في البريفيو هذايا. اوكي وي سولون في شوا تختار الكولور لهنا جي بخي او ازاغ. دونك نحب نرجع للتيست ان فوالا. دونك شوف غادي تسوفكاردي في الـ في الـ في اللوجيسيال نتاعك. باهي الوغ مثلا تويكا انا جو في انترفونيغ ا سو نيفو ظهر لي ياسر داكنه هذايا. نجي لهنا نعمل ان دوبل كليك ونحط بار اكزومبل لايتر هكا اوكي او بيان كوم سا اوكي. باهي بيان دونك هذا ان برومي اكزرسيس نتاع الشونجمون نتاع لي كولور. الوغ كيما نجم نمشي نعمل اون فيو 3 دي كوم سا نزل على 3 دي هذايا. فوالا باهي لهنا ردوا بالنا ردوا بالنا فاش في ليكزاجيراسيون في ليكزاجيراسيون. دونك لهنا ليشيل ديكزاجيراسيون نتاعنا ردوا بالنا منها. دونك لهنا باش نعملوا اون روتاسيون كوم سا. دونك اون بو نمشيو يولي الغوليف اون كرو هكا نوليو هنا الغوليف نورمال هكا. الوغ سو بوتون باش نعملو زوم افون اي زوم اريير. الوغ لهنا باش نطلعو لو كومبا بتاعنا
comparer les axes. لهنا سي بور نولي اون مود عباره واحد سور تيرا دونك يجي يعمل كوم سا وي دونك بيان سور مربوطه بال بالريزوليسيون تاع ليماج وبالكاليتي تاع الاورديناتور اللي نستعملو دونك بلوزيور زوتيليزاسيون باش نرجع للمود نتاعي نختار كوم سا بار اكزومبل. Alors, je vais maintenant exagérer. Je vais exagérer. Donc, là, je vais jouer sur l'altitude. Donc, comme ça, là, je vais exagérer Martinonos 2,5. Je vais exagérer 3, vous voyez, donc, l'exagération, le relief, il se déforme. Le relief se déforme. نحب نرجعو اكزاجيراسيون ان يعني ما في ماهوش اكزاجيري كيما هو كيما يبان دونك الاصل هكا alors les exagérations sont tolérables à condition ما يغيرش الشكل نتاع الغوليه نتاع الغوليه مثلا كي نستعمل انا اكزاجيراسيون 1,5 ولا 1,5 ça paraît logique quand même انا نحب نظهر الالتيتود وي لكن ماذا بيا ديما وقت اللي نعمل خدمه بالام ان تي بال 3 دي ماذا بيا نحط ليكزاجيراسيون اون نوت نجي لهنا ونحط ليكزاجيراسيون الوغ بور اكسبورتي سيت ايماج نجي لهنا كيما وريتكم المره اللي فاتت تعمل سيف ايماج وتكبر تكثر الريزوليسيون انت شنو تحب تحط اوكي okay.